لقاء الختام مع المخرج المسرحي برونو جعارة حول مسرحيته الأخيرة حماتك بتحبك ومجمل تجربته المسرحية باستراحة محارب. والحديث رح بيطول مع المخرج أكيد من هلأ لنهاية الحلقة. أهلا وسهلا برونو. مرسي لكم. شرفنا برونو وألف مبروك لهالمسرحية الجديدة. عنوان لافت حماتك بتحبك، هيدي العبارة اللبنانية الشهيرة اللي نحن منستعملها هيك بتطلع وبالنازل، منقول دايما حماتك بتحبك إنه يا على فنجان قهوة، على أكلة، على بيجي واحد فجأة شيء. الحكاية حول هالمسرحية، يعني هو بالحقيقة أنا ما شفت على المسرح اللبناني اتناولوا قصة الحما، بس الحما بهيدي المسرحية مش الحما والكنة والإشياء اللي بتصير يلي بخلفية كل شخص منا من بيفكر فيها دغري. اليوم الحما اللي عنا هي حما كتير مهضومة، حما كتير عفوية، يلي على راس لسانها دغري بتقوله ما بتفكر فيه، وين ما بتقطع بتخرب كل شيء، بس مش عن قصدها، يعني مش بقصدها أبدا، لأنه عفويتها هالقد قوية لدرجة أنه ما بتفكر بكل شيء عم تعمله. ف كل فترة بتجي بتزور سهرة، بس مع كل زيارة بتخرب له كل شيء، بس بدون تكون قصدها، بس كتير بتحبه وبتحب بنتها كتير وكل شيء، بس مع الأسف بتصير هالخبريات كلها هيدي، ولكن أكيد بشكل ملطف كتير وبشكل كتير مهضوم. فمن هون لما واحد بيسمع حما بيفكر إنه لا في إشياء سئيلة، لا بالعكس، هون كان الإشياء كلها كانت كتير كتير مهضومة، يعني بتخسروا شغله، بتخسروا إذا بدك كذا شغلة عنده بالبيت. إذا خسرته شغله لا، بس ترجع بتعود له إياه. ترجع بتعود له إياه. هي معوضت له كل شيء كونها عطيته بنتها، يعني مش بقصدها. هيدي هي الفكرة، إنه مش بقصدها، وهو بيتوتر كتير وبيصير بده يخلص منها، وهي بتحبه كتير ومعليه، وبنبقى يعني هي على طول بوزيتيف. على طول على طول بسيطة، بنعمل لك هيك وبنعمل لك هيك وما تعطى الهم، وأنت بتلاقي شغل أحسن، وأنت 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 وأنت، وأكيد بالآخر في عنا مسج أكيد. قديش اشتغلتوا على المسرحية برونو، ومين هن الممثلين؟ نحن اشتغلنا تقريبا بحدود الشهر ونص. العرض الأخير كان أوائل هيدا الشهر. عرضنا تقريبا شي 3 أسابيع، ونحن بنعرف بما أنه المسارح كتير قليلة، صحيح، فعلى طول في عنا يعني ورانا كمان بيبقى المسرح مأخوذ، ولو ما المسرح مأخوذ نحن كنا استمرين كفينا يعني بالعروض، بس مع الأسف يعني لازم كمان نخلي لغيرنا كمان يكون مسارح عنده هالفسحة، لأنه نحن بنعرف مسارح كتير ببيروت مسكرة وبرات بيروت، يعني ممكن تظهروا فيها برونو؟ يعني هلأ عم نشوف نحن إذا فينا نرجع نعرضها بغير مسرح، بس بتعرفي نظراً للظروف أكيد حالية ما في واحد كتير يمشرع على قدام لحتى نعرف عن جد يعني على أي سكة واحد بالآخر بده يمشي. وأنا بالحقيقة كمان يعني باخد هالمناسبة هيدي لحتى حيي المظلومين والله يساعدهم، وبالآخر الظالم لابد ما نهار يجي والمظلوم يربح، ما في شك بهيدا الشيء. أكيد قلوبنا يعني مع كل المظلومين، قلوبنا مع كل الإنسان، الأشخاص صحيح اللي عم بينغدروا هلأ. بدنا نرجع شوي للمسرحية، شو الصعوبات اللي أكتر شيء عم بتواجهوها كونك يعني مخرج مسرحي بعالم المسرح؟ هلأ نحن في عنا حرب كتير كبيرة، هي حرب الأرجيلة. الأرجيلة؟ الأرجيلة، لأنه اليوم لما شاب عمره 15-17 سنة ماسك الأرجيلة، لما كتير صبايا وكتير شباب على المواقع يعني على السوشيال ميديا بيتباهى بيمسك الأرجيلة بدل ما يمسك شهادته، بدل ما يمسك تروفي، إن كان تروفي رياضية وإن كان تروفي ثقافية، بنمسك الأرجيلة وبنتباهى فيها. نحن في عنا حرب كبيرة نحن كثقافة ضد ثقافة الأرجيلة، لأنه اليوم الشباب مع الأسف أول شغلة بيفكروا فيها يا بنتعشى يا بدنا ندخن يا بدنا نأرجل. صح، هيدي يعني هيدي اذا بدك الهواية الافضل عند الشباب مع الاسف. وانا هيدي بقول على حللت قلب. انا حللت لانه بلبنان ما كثير عنا اكتيفيتيز ليعملوها الشباب والصبايا غير انه يظهروا. مزبوط مزبوط، بس في كثير بس اليوم الظهرات في عنا، في عنا سبور، في عنا سينما، في عنا مسارح، في عنا معارض، في عنا متاحف، في عنا مكتبات، في عنا 100 شغله بالبلد. نحن في عنا السياحه البيئيه، عنا الداخليه، احنا بلدنا ولا اروع من هيك يعني. بس بالاخر يعني مع الاسف بهالطرقات الصغيره كثير
بيبقوا قاعدين بيشموا ريحة الإشابان وبنفس الوقت الأرجيلة. فأنا ما بعرف، بالعكس لازم يجوا يضحكوا، يعني الضحكة هي مفيدة للصحة، بينما الأرجيلة هي بتضر الصحة مع الأسف. وأنا هون بالحقيقة بلوم المدارس، بركي 80% من المدارس، لأنه هيدا الولد من هو وصغير لازم يعملوا له 4-5-6 سورتي بالسنة، يروح على متحف، يروح على معرض، يروح على مسرح، يروح على فيلم سينما، يروح على مكتبة. وهيدي على 10 سنين بيصير هو منه لحاله لما بده يفكر يظهر. أنا ماني ضد الأرجيلة، ماني ضد الريستورانات، ماني ضد العشوات، بس يكون باكيج كامل، مش 99% أرجيلة وعشاء والباقي على التليفونات. هيدي هي صحيح. هيدي وحتى يا ريت بيقعدوا سوا وكل على تليفونه. هلا في مدارس بتعملها، بس اكيد مش كل المدارس. صحيح، مش كل المدارس. برونو قد ايه في كمان لوم على الاهل؟ يعني حتى الاهل اليوم للاسف ما بقى عم يعطوا هيدي الكواليتي تايم لاولادهم، ما في اكتيفيتيز مع بعض، ما في حوارات مع بعض، وما في تاثير ايجابي من قبل الاهل على اولادهم، صح ولا لا؟ مزبوط. بس انا كمان الاهل ما فيني لومهم كثير، لانه اليوم عندك شاشة الكمبيوتر، وعندك التابلت، وعندك التليفون، وعندك التي في. صحيح. طب هدول كلهم كيف واحد بده يزمط منه الولد؟ كيف بده يزمط؟ كيف بده يزمط؟ يعني اليوم إذا أنت عيشتيه ببيئة معينة ببيتك، طب ما هو عند أصحابه عنده نفس الشيء، بالملعب عنده نفس الشيء، وين ما بيروحوا عنده نفس الشيء. بس اليوم بده يكون فيها الحوار بين الأهل وبين الولد، يمكن لا يحدد شوي، يكون مودريتد. ايه، يكون مودريتد القصة، بعدين هن يقوموا بالأشياء، مش نحن يعني، مش الأولاد بياخدوا الإكزامبل من الأهل. يعني اليوم حتى الأهل يمكن ما عم يقروا مثل الأول، الأهل ما عم يقصدوا المسارح مثل الأول. مزبوط. فمن هون مزبوط. يمكن كمان الله يساعد الأهل اليوم، يعني بنعرف الوضع أكيد الاقتصادي، ما في شك، بس هن كمان بموهوا، هن كمان بيتفتحوا، يعني بحاجة كمان يشتغلوا الأهل من الطرفين، فيمكن ما بقى في كواليتي تايم كتير مع الأولاد. صحيح. برونو أنت بجعبتك أكثر من 20 مسرحية، خلينا نقول نوعا ما all of them كوميدية، بس في منهم غير كوميدية. اليوم مسرح الكوميدي قد ايه بعده موجود عنا بلبنان، وهل هو مستمر ولوين رايح؟ نحن أول شيء المسرح الكوميدي هو مسرح مثل جميع المسارح. يعني اليوم أنا بشبه المسرح مثل سلة فواكه، فيها كوميدي، فيها دراما، فيها مسرح عبسي، فيها مسرح اجتماعي، فيها مسرح بوليسي. في المسارح هي منوعة، يعني مثل واحد بيقرأ كتاب، الكتب كمان مواضيع الكتب هي منوعة، ما في بس نوع واحد كتب. اليوم المسرح الكوميدي كمان هيدا نوع مثل بقية الأنواع، بس اليوم نظرا للبلد شو عم بيعيش، مفترض نقدم له شيء ينسى شوي هالساعة وربع، نعيشه شوي برات هالشغلة هيدي كلها، يلي عن جد كيف ما بيبرم بيلاقي المصايب لحقته. يعني اليوم أنا بقرأ كتاب بطلع من حياتي. طب خبرنا عن عفيفة الحما بالمسرحية، كيف كاركتيره؟ عفيفة يلي هي فيفيان بلعوت، الكاركتير تبعها كتير كوميدي، الكاركتير تبعها كتير حرك، الكاركتير تبعها بتحب تضحك الكل، بتحب تعطي كتير نصايح للكل، بس ما بتسمع. والشخص اللي ما بيسمع مصيبة بيعمل مصايب، هي ما بتسمع، يعني هي بس بتسمع حالها وبدها تنفذ هي اللي بدها براسها، واللي كل شيء حواليها ماشي مثل المحدلة وماشي. فمن هون هيدا الكاركتير يلي بنيته فيفيان، لأنه عندها أساساً باكراوند، هي خريجة معهد. صحيح. وهي كوريغراف، وهي كمان ديكوراتريس، فهيدول يعني هالعناصر كلها قدرت أنا ابني أنا وياها لنوصل لهالكاركتير هيدا، يلي بالحقيقة كان النويو الأساسي، كان العنصر الأساسي يلي حواليه عم بيدوروا كل الأفعال المسرحية والأكسيون المسرحية وكل الممثلين والممثلات بالمسرحية. قبل ما نشوف التريلر نحن وياك والمشاهدين برونو، بدي أعرف إذا كمان الممثلين الباقيين بيشتغلوا مسرح، خريجي مسرح، وليش حماتك بتحبك؟ ليش هيدا العنوان اللافت بالنهاية؟ أول شيء ثلاثة أرباعهم هن خريجين مسرح، اللي منه عامل مسرح هو خضع لعدة محترفات فنية. لأنه أنا بالنسبة لإلي خريجين المعهد هن برايوريتي لإلي. أكيد. برافو عليك. لا، هيدي اليوم يلي ضحى بحياته 4 سنين هو بده يطلع قبل غيره. طبعا. يعني إذا بنت حلوة وبدها تمثل، لا ممنوع. إلا ما تخضع لعد، مني ضد،
بس بتخضع لعدة محترفات، لعدة إذا بدك خبرات، لحتى تتأهل تكون خارج إن كان مسرح إن كان تيفي وإن كان سينما. صحيح. هيدي شغلة كتير أساسية. فأنا مثل ما قلت البريوريتي هن لهالجماعة هيدول. هلا بعدين بالكاستينج ممكن واحد كمان يتعرف على ناس بعرف أنا الإستوريك تبعهم شو عاملين على أساسه يبنقي، وبعدين بيخضع كمان لكاستينج ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، وساعتها يبنقي يا ما بيتنقى. هيدي شغلة كتير مهمة، لأنه الكاستينج هو إذا بدك نص الشغل، لأنه إذا أنت جبت الشخص المناسب للمكان المناسب قطعتي نص الشغل. صحيح. بيبقى الشغل الثاني هو على تركيب الكاركتر، على تركيب كيف بده يبني هيدا الكاركتر، أكيد على الحفظ، على البروبس اللي موجود عندك، على التياب، على المكياج، صار عنا التابلو الكامل لحتى نبني كل كاركتر ويوصل للمشاهد بأحسن طريقة. هيدي شغلة كتير مهمة. وليش هالعنوان اللافت؟ عنوان اللافت يعني بالآخر نحن الحما هي الأساس، ونحن عنا هالإكسبرشن اللي هي حماتك بتحبك مثل ما تفضلت أول الحلقة عليها. لعبت عليها، وهون فعلا حماته بتحبه، مش انه ما بتحبه، يعني حماته حميته، يعني خلينا يعني حماته حميته لدرجه انه خسرته كل شيء بس مش الحال نرجع نقول هابي اند صار فيه. اي يعني كل اللي عملته عفيفه مبرر من خلال هيدا العنوان. مبرر 100%. اوكي خلينا نشوف التريلر. يلا. مسرحيه حماتك بتحبك. سوبر مقبوله صح الكل يجي يحضروها. ليه مسرحيه جديده مقدومه بتضحك وينك يا جاي؟ مسرحيه حماتك بتحبك لبرونو جهاره. يعني برونو صراحة صرنا منفتقد الضحكة، منفتقد المسرح الكوميدي، ومثل ما ذكرت شوي ننوه عن حالنا بظل كل هالظروف اللي عم نقطع فيها يعني من 4 سنين لهلأ تقريبا بلبنان. بدي أعرف منك شو بيميز السيناريو، شو بيميز النص، ومين كتبه؟ هو بالحقيقة النص مأخوذ من عدة أفكار. فيفيان بلعط ساعدتني بالنص، وحقيقة آخر 15-20 صفحة هي يلي نهيت بالطريقة يلي مفترض تنهي المسرحية، لأنه يعني العناصر يلي تركبت كلها بالأول مفترض تنهي بهيدي الطريقة. هيدا واحد. اثنين، يلي بيميز هيدا النص، حضرتكم استضفتوني برايحين جايين. رايحين جايين كان في عنا بواب على المسرح، هيدول البواب كان عندهم عنصر أساسي، يعني وكأنه نمثل زيادة. نحن هون الشغل كله بس على الممثلين، بس على حركة الممثلين، على عصب الممثلين، على الرياكشن تبع الممثلين. هيدي يلي فيها صعوبة أكتر من هونيك. هونيك في بلوكات مشاهد كلها بتتكل على نقزات وعلى بواب تفتح وبتسكر. هون كليا مختلفة، العصب بده يكون مشدود أكتر، الحركة بدها تكون أقوى، وتفاعل الممثلين مع بعضهم بده يكون كتير دقيق، يعني بشكل كأنه واحد عم يعمل تطريز، لأنه في كتير مشاهد في ممثلين ما عم يحكوا، عم يتفاعلوا شو عم بيصير أكسيون على المسرح. وهيدي شغلة صعبة، لأن الممثل ما عنده شيء يعمله إلا يسمع بس ويكون ساكت. يعني أصعب شيء على الممثل ما يكون ساكت، وهيدي أنا اشتغلت عليها كتير، لأنه سكوته بيعبر من خلال وجهه، من خلال حركته، من خلال تعبيره. هيدي كتير مهمة حتى ما يبين فاضي على المسرح وناطر دوره. في تفاعل مع الجمهور بين الممثلين والجمهور؟ أكيد. اليوم لما بيجوا العالم بيضحكوا، هني أنا كنت أقول لهم للممثلين لما الجمهور بيضحك أنتوا بتكون تسكتوا، لأنه ضحكة الجمهور هي كأنه جملة عم بيقولها الجمهور، لأنه إذا حكيتوا الجمهور رح يضبط ضحكته وما رح تخلوه يرتاح بضحكته. وهيدي من رجلجها مع تفاعل العالم معنا على المسرح تدريجيا، لنعرف وين عم بيصير في ضحك مزبوط، ومنقول لهم هون طولوا بالكم، خلي الجمهور يعطي كلمته يحكي، وبنرجع نحن بنكفي حديثنا. اثنين، اهم شيء بالموضوع المخرج مفترض يكون كل ليله موجود لحتى يرجلج هيدا الايقاع، لانه اليوم اذا المخرج منه موجود نحن ما ننسى عم نتعامل مع ناس. صحيح. ما عم نتعامل مع مبرمجين، يعني مش عم برمجنا كمبيوتر، سكري للكمبيوتر افتحيه بعد سنه بتلاقي هو ذاته. بس اليوم الممثل يوميا عنده تفاعل 10-15% اب اند داون. اوكي، فهيدا الاب اند داون، لانه هذا انسان بالاخر، اوقات
قد ما بيكون تفاعل الجمهور قوي الممثل بيعمل اوفر يعني بيسكر بضحكه الجمهور بطير. مين بيرجلج؟ المخرج. فانا كل ليله مع الاسيستنت تبعي باخذ ملاحظات وبرجلجهم لتاني نهار لنضلنا على مستوى يلي نحن بدنا اياه. وهيدي شغله كثير مهمه وكثير دقيقه، لانه المسرح عم تتعاطي انت مع كائن حي مش مثل التابلو. التابلو رسمتيه خلص، الفيلم السينما صورتيه خلص، المسلسل خلص، القصيده خلصت انطبعت. صحيح. بس المسرح هو كائن حي كل ليله عم يتفاعل، عم يتغذى، عم بجوهر اكثر، وصحته عم بتكون احسن. هيدا يعني الاورجان عايش عايش. أوكي. هيدي كتير مهمة، هيدا سحر المسرح. رح نكفي أكيد بحديثنا عن حميتك بتحبك، إنما رح نتوقف مع بريك ومنكفي مع برونو الشعرة. شرفتونا. تابعين معكم بالفاصل الأخير مع ضيفنا المخرج المسرحي برونو جعارة. مجددا من لك اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، ميرسي على الاستضافة. شرفنا برونو. اذا بدنا نحكي شوي بالتجارب المسرحية العربية يلي بتلفتك، ايها بتذكر لنا برونو؟ انا كثير مأثر بالراحل الكبير ريمو جبارة يلي مع الاسف انا ما لحقته بالجامعة، يعني كان هو ترك. انا شاغلة معه مسرحية. نيالك اي مسرحية؟ تانيو شاهين شيء anyway. نيالك ما فيني لك أكثر من هيك. جلال خوري كمان كبير عملاق بالمسرح اللبناني. في كتير أسامي عن جد. شاكيب خوري أنا لحقته وعلمني بالجامعة. هيدول الجماعة الكبار ما بقى يتعودوا، يعني اليوم كان النفس تبعهم المسرح تبعهم أكيد الرحباني. يعني تحصيل خاص إذا ما نحكي على المسرح الغنائي. الغنائي أنا عم بحكي كمسرح تمثيل بس مش إنه استعراضي. فهدول جماعة مع الأسف وساقبتهم كمان فترة حرب. يعني أنجا أنا وعيت لهم على كم مسرحية حضرتها، سرقت كم عمل حضرته، لأنه يعني بعز عطائهم كان كله تقريبا بالحرب. بعد الحرب يعني صارت قليل مسرحياتهم. فأنا كتير تأثرت بهالمخرجين. يمكن ثورة تانيو الشاهين يعني ب98 يعني فلا أتذكر بالتكتيل. برونو إذا بدنا نحكي شوي عن مسرح الشانسونيه يلي هو نوع من المسرح الكوميدي، بدي أعرف منك كمخرج أنت شو الفرق بين المسرح الكوميدي اللي أنت بتقدمه وبين مسرح الشانسونيه؟ هلأ الشانسونيه فيهم يوقفوا ثلاثة هون يعرضوا، ما في شيء، لأنه ما في أي عنصر. يعني أوكي. اليوم الشانسونيه واحد واقف عم بيخبر نكت وخبريات وسكتشات صغيره مثل ما نعمل المدرسه. المدرسه كنا نعمل سكتشات 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق خلص المشهد. بس بيعبوا مسرحيه ساعه ونص ساعتين. هيدا غير موضوع، لانه عم تقولي لي الفرق. التعبايه اليوم ما ننسى الشانسونيه هو مش بس كرسي، هو كرسي وطاوله وكاس واكل. صح. يعني صح صرنا صح على غير محل. مزبوط. صرنا كليا بغير محل. صحيح. ولكن المسرح إذا بدك الكوميدي اللي هي مسرحية، اليوم نحن في عنا ديكار، عنا إضاءة، عنا صوت، عنا إخراج. شو الإخراج؟ اليوم هن بيوقفوا 4 حد بعضهم، هيدا هي. طيب اليوم بالمسرح العادي فعلا ناس بتطلع، ناس بتفوت، ناس بتقعد، ناس بتوقف. صحيح. في مشاعر معينة، هالمشاعر معينة بده واحد يتفاعل، بده يعرف إذا قال هالجملة زميله كيف بده يتصرف، كيف بده يقوم، كيف بده يقعد. عندك موسيقى، عندك صوت، عندك هندسة إضاءة. اليوم بالشانسونيه شو في هندسة إضاءة؟ ضوي هيدا الضو وهون بصفوا. انتبهي أنا لا عم قلل من قيمتهم ولا شيء، بس سألتيني سؤال عم جاوبك مزبوط على السؤال. حقك ما حدا قال شيء. بعدين في نص مسرحي متكامل بالمسرحية، بينما هونيك هن سكتشات صغيرة. مزبوط. وهن عايشين على الأحداث الآنية يلي بتصير لحتى يعلقوا عليها بشكل كاريكاتوري. هيدا هو الفرق. برونو ليش بيقولوا إنه الكوميدي أصعب؟ وكلنا بنسمع إنه سهل تبكي الناس بس مش من السهل تضحك الناس. When it comes to عمل مسرحي وين بتكون الصعوبة؟ هو أكيد الكوميدي أصعب. ليش؟ لأنه اليوم الكوميدي أول شيء بدك تلاقي نص
يضحك، هو النص بحد ذاته المواقف يلي موجودة فيه مفترض تضحك، هيدا أول شيء. تاني شيء بدك تلاقي تلبسيهم لممثل صح يقدر يأدي هيدا الشيء. اثنين التلاتة واللي هي أهم شيء يكون صادق هو بالمشاعر يلي عم بحسها. لأنه إذا ما كان صادق وقال لك أنه أنا غرقت هون ومني عارف كيف بدي أتصرف، هيدا اللي بدي تضحك العالم. وأربعة وأهم شيء الشخص يلي عم بيكون على المسرح بده يكون عنده إدارة ممثل جيد جدا تقدر تخدمه لحتى يوصل. أوكي. الممثل اللي بنجح العمل أم النص؟ عندك نص، عندك ممثل، وعندك مخرج. هاو ثلاث عناصر أساسية كتير، يعني واحد منه موجود بس خاصة بالكوميدي إذا الممثل هو مهضوم وبيضحك العالم بتلاقيه إنه العالم دي بين بوينت على الممثل أكتر شيء إنه بيحفظوه له. ما اختلفنا، لأنه اليوم مش كل العالم تعرف إنه في نص. في عالم بتفكر إنه شو هدول اللي بيقعدوا نص ساعة بيركضوا بنطوا ولو يومين وأخذوا، ما بيعرفوا إن هذي بدها شغل. مثل ما قلت أنتوا حضرتكم طالعين على الهواء، ما بيعرفوا العالم أنتوا بتجوا قبل بساعتين وبتعملوا مكياج وبتلبسوا وبتعملوا بروفيت كاميرا قبل أربع ساعات الله يخليك خمس ساعات مش بيقولوا إيه ولو بسيطة قعدوا بيحكوا ساعة زمان وماشي الحال. العالم وما فينا نلوم، العالم ما بتعرف. فاليوم العناصر الثلاثة من إخراج لنص لممثل بيطلع هيدا التابلو يلي بيوصلك لحتى ينعمل هالردة الفعل عند الجمهور كتير مهمة. هلا أكيد كمان الشخص بده يكون خفيف الظل، لأنه اليوم واحد ما بدي أقول مش خرجوا هيدا الدور، لأنه إذا ما كان خرجوا هيدا الدور بيقطع فيه، بس مش مثل ما واحد بيكون عفوي. بعدين الكوميدي بدأ ديناميزم، بده واحد يكون ديناميك، تحس في ناس خلقت لها كتير، بده يكون عم يغزو الغزل على المسرح لحتى يقدر يضحك. يعني اليوم إذا بنفكر بكل الكوميديين يلي ضحكونا في عندهم عصب، يعني مثل واحد عنده هالبلبل جواته وعم يبرم برم لحتى يوصل هيدي الشغلة. لأنه اليوم أنا بكل المسرحيات الكوميدي اللي بعملها يعني بدون أي مبالغة الممثلين آخر شيء بيطلعوا عم يعصروا تيابهم، قد ما بيتعبوا قد ما بيهلكوا من الشغل، لأنه في حركة في رياكسيون بين بعضهم، في تحركات، في عصب، في جمل عم تنكب، في إكسبرشنز كل الوقت. وبعدين الممثل المسرح على أعصابه كل الوقت، هيدي شغلة كتير مهمة، منا لعبة. يعني الممثل بالآخر عم يلعب على الانسترومان تبعه يلي هي جسمه، يلي هي أعصابه، يلي هو وجهه وكل شيء. البيانيست عنده البيانو قدامه، كليا منفصل. هلا بالآخر بيتوحدوا، بس الممثل عنده آلته يلي هي جسمه بس. مش هناك الممثل مش لازم يدخن، الممثل مش لازم يسهر كتير، الممثل يكون عنده مسرحية مش لازم يطلع يعمل سكي، لأنه اليوم إذا لا سمح الله صار له شيء العمل بيوقف. نحن منا بأوروبا وبأمريكا، أوروبا وبأمريكا بيقول لك الليلة لاعب هيدا الشخص، بكرة غيره، بكرة غيره، لحتى العمل يستمر في حال صار شيء. نحن هون ما عنا هاللوكس إنه نحط لكل ممثل أربع ممثلين ورا، ما بتزبط معنا. فاليوم الممثل بيعيش عن جد بيتنسك بطريقة معينة، لأنه عنده صوته، عنده وجهه، وعنده هيدا الديناميك تبعه. وأصعب شيء بالموضوع إذا في عنده مشاكل بده ينسيها برا، بده يطلع يمثل. أكيد مش لازم يتفاعل أبدا بكل شيء في مشاكل برا، لأنه الشخص اللي إجا طلع من بيته وأخذ سيارته ودفع وإجا يحضرك، ما ذنبه أنت شو عندك مشاكل؟ صحيح. بعدين هيدا بالنسبة للممثل برونو بتكون ثيرابي أساساً، وبيكون ناطر مناطرة يشلح تيابه ويلبس تياب الكاركتر، لينسى كل شيء ويفوت طبعاً. وأنا بقول لهم بالفرقة عطول بليز أنا مستعد أسمعكم إذا عندكم مشاكل، بس بعد العرض ما توتروا اللي معكم قبل العرض وتجوا تكبولوا مشاكلكم، لأنه somehow بدون يصيروا فكروا بمشاكلكم. وقفوا كل شيء بعد العرض اللي بدكم يا بنحكي، يكون قطعنا العرض يعني العالم جايين يحضرونا ما زنب بشي. سريعا برونو بنهاية حديثنا، في نوع من المسرح بيكون الريتم تبعه الإيقاع تبعه كتير سريع. نعم. الحوار بيكون كتير سريع، يعني لدرجة أنه آخر شيء يمكن بتحس أنه خلص قطشوا الكل، قطشوا أكلوا منا. نعم. من الحرف قديه هيدا الشيء صحي؟ هيدا شيء منه صحي أبدا، لأنه أنا اليوم لما بدي أحكي لهالدرجة بسرعة معناتها صار في شيء ضابط
مش صار في شيء منه ظابط، لأنه يا مخرج منه موجود، لأنه أنا اليوم إذا بترك العمل خمس مرات، يعني خمس مرات عرض العمل بلاي، أنا بشوف الشباب صاروا هذا الشيء اللي ذكرته من شوي. إيه إيه بس الريتم بيكون كتير، يعني الأحداث سريعة، الريتم كتير سريع، الريتم السريع، يا لأنه في مشهد بيكون مطلوب يكون هالقد سريع، بس الممثل كل المسرحية ريتم سريع بيكون، لا ما بتزبط، ما ممكن، ما في شيء بالدنيا اسمه ريتم سريع على قد ما ممكن، في شيء غلط صاير اصلا، الجمهور ما راح يستوعبها اكيد، ما هيدي شغله طبيعيه، لانه انا اليوم كل مشهد بدي اعطيه النفس تبعه، وبدي اعطيه الريتم تبعه، الريتم تبعه بدي اعطيه قديش بيحمل. اوكي، يعني انا اليوم لنقول ما بعرف فات لعندي حرامي، طب انا ما ممكن امشي على مهلي على حرامي، بدي فز كلني واجه الحرامي هون، ما فيك تقولي لي ليش ريتمك سريع، يعني هذه شغلة طبيعية، يعني حسب الموقف أنا بدي بعمل الشغلة وخيطها حسب الموقف قديه بتحمر، وإلا ما بيكون ماشي الحال، في شيء غلط بيكون. برونو جعارة بدنا نشكر وجودك معنا ونقلك يعطيك ألف عافية، ونحن متابعينك يعني من مسرحية لمسرحية، انبسطنا بوجودك معنا أكيد وشرفنا. مرسي لكم، يعطيكم ألف عافية، شرفنا. وأكيد حندعي كل المشاهدين يحضروا حميتك بتحبك على إن شاء الله لما إذا بدنا نعيدها، لما نرجع نعيدها. مرسي لكم. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.